بنرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم، طبعا نحو تبسيط القواعد الخاصة بالنحو في مادة اللغة العربية، اللي دايما بنجد إلى حد ما صعوبة في التعامل مع قواعد النحو وحفظ هذه القواعد وطبعا من ثم تطبيقها. النهاردة معاكم هنبسط هذا الأمر بشكل كبير جدا وبشكل يسير جدا، وموضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون عن كان وإخوتها. معانا مجموعة من الأمثلة العملية والتطبيقية لكان وأخواتها. معنا ومعكم للحديث في هذا الموضوع وإلقاء الضوء على هذا الموضوع ضفنا الأستاذ إمام الأزهري، مدرس اللغة العربية بالأزهر الشريف. مرحبا بك. أهلا بحضرتك أستاذ هبة، ربنا يكرمك ويسرك. طبعا حضرتك ضيف عزيز علينا ودايما بتشرفنا وبتبسط لينا القواعد الخاصه بالنحو لكل ابنائنا الطلاب، وبنقول ان القواعد دي مستمره معانا بقى من المراحل التعليم الاساسي وحتى يمكن الثانويه العامه، ولكن دايما حفظ القاعده وتطبيق القاعده الى حد ما بتروح من بال الاولاد. معاك بنفتكرها وبندي كمان ليها مجموعه من الامثله المختلفه. النهارده هنستكمل كان واخواتها، بداناها يمكن في حلقه سابقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أحبائي ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل سهل وعائقي، وقد منيت أن أسوق إليكم حبي بالدموع المشرق. أما بعد، في الحلقات السابقة اتكلمنا عن مرفوعات الأسماء، وقلنا أن من مرفوعات الأسماء عندنا أول حاجة الفاعل، عندنا نائب الفاعل، عندنا اتكلمنا عن اسم كان واخواتها، اتكلمنا عن مبتدا والخبر المره اللي فاتت، واتكلمنا عن كان واخواتها. طبعا المرفوعات منها الاسم، لكن الخبر من المنصوبات. لكن احنا قلنا طالما بنشتغل يبقى بناخد يعني الباب كله شاملا كاملا، بحيث ان احنا لو في المرفوع نقول ان هو منه مرفوع، والمنصوب نقول ان هو منصوب. المره اللي فاتت اتكلمنا عن كان واخواتها، ليه سميت كان واخواتها، اشمعنى ما سميتش مثلا اصبح واخواتها، ظل واخواتها، امسى واخواتها، ليه؟ وشرحنا ده المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله نكمل الحديثه عن اقسام كان واخواتها من حيث التصرف وعدم. وقلنا طبعا ان كان واخواتها دي افعال ناقصه، وقلنا يعني ايه ناقصه المره اللي فاتت. لكن النهارده ان شاء الله في الحلقه النهارده هنعرف اقسام كان واخواتها من حيث التصرف وعدم. يعني ايه يا استاذ تصرف، ويعني ايه عدم تصرف؟ التصرف اللي هو منه ما ياتي منه الماضي والمضارع والامر، وده بنسميه ما يتصرف تصرف كاملا. وكان اخواتها زي ما احنا شايفين على الشاشه من حيث التصرف وعدمه. تمام، عندنا ما يتصرف هم ثلاث اقسام. القسم الاول ما يتصرف تصرفا كاملا، وهو سبعة أفعال عندنا زي ما احنا شايفينهم: كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، صار. ودول يا أستاذ بيتصرفوا تصرف كاملا. يعني إيه؟ يعني يجي منهم الماضي، يجي منهم المضارع، يجي منهم الأمر. تعالوا مع بعض نشوف الأمثلة، تمام، اللي هتوضح تصرف هذه الأفعال. عندنا مثلا كان، نقول لما نجيب منها المضارع نقول مثل قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب عندنا هنا كان جت مضارع، طب تشتغل يا استاذ ولا ما تشتغلش؟ لا عادي خالص، شغاله، تيجي ماضي، تيجي مضارع، تيجي امر، شغاله. هي كان ناقصه ناسخه، ماضي مضارع امر. طيب تعالى يا استاذ نشوف يكون فعل مضارع، عندنا مرفوع او منصوب على حسب ما هو اللي قبليه ايه. طب فين اسم كان يا استاذ؟ ها، ويكون الرسول، يبقى الرسول اسم كان. طب فين الخبر؟ شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى شهيدا خبر، كان منصوب وعلامه نصبه الفتح. تعالوا بعد كده الامر لما نجيبه من كان نقول ايه؟ زي قول الله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا. طيب فين الفعل الناسخ؟ كونوا، وهنا جه أمر، يشتغل ناسخ ولا ما يشتغلش؟ لا عادي خالص، يشتغل عادي خالص ناسخ. طيب يلا يا أستاذ، أمال فين اسم كان؟ نقول معلومة كده سريعة لكل أحبابنا الطلاب،
أي ضمير يتصل بالناسخ يعرب اسمه. تاني يا أستاذ، أي ضمير بالبلدي خالص بيجي مع ناسخ بيبقى اسمه. طيب هنا فين الناسخ يكون؟ طيب فين الضمير اللي جاي معاه؟ واو الجماعة. طب واو الجماعة نعربها ايه؟ ضمير مبني في محل رفع اسم كان. طب لو جه مع أصبحة يبقى ضمير مبني في محل رفع اسم أصبحة، مع ظل مع بات وهكذا. يبقى أي ضمير يتصل بالناسخ يعرب ايه؟ يعرب اسمه. تعالوا نشوف، قل كونوا اهو، يبقى كونوا الواو ده ايه؟ واو الجماعة تعرب ضمير مبني في محل رفع ايه؟ رفع فاعل. طيب فين الخبر؟ حجارة. يبقى خبر كان حجارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تعالوا ناخد مثال لظل، يظل المؤدبون محبوبين. طيب فين اسم ظل؟ يبقى ظل هنا جت مضارع، تشتغل ناسخ ولا ما تشتغلش؟ تشتغل عادي يا أستاذ. ليه؟ لأن دي من الأفعال التي تتصرف تصرفا إيه؟ كاملا. يبقى المؤدبون اسم ظل، ماله؟ ها نفتكر، مرفوعات اسم ظل، يبقى ظل ها، وعندنا المؤدبون اسمها، ماله؟ مرفوع وعلامة رفع ايه؟ واحد يقول لي ها يا شباب احنا قلنا قبل كده 100 مرة علامات الرفع، ها؟ اسمع طالب شاطر يقول لي مرفوع وعلامة رفعه الواو بيكوز ها، لأنه جمع مذكر سالم، جميل. طيب محبوبين يبقى خبر، ظل ماله؟ منصوب وعلامة نصبه الياء، برضو لازم هنا نقول بيكوز لأنه جمع مذكر سالم. طيب ظل مؤدبا، ظل مؤدبا، مؤدبا. طيب فين هنا اسم ظل؟ ضمير مستتر تقديره أنت أو أنت، تمام؟ طيب ومؤدبا هو خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى نتذكر كل حلقة بنتذكر نقول إن إحنا عندنا في علامة أصلية للرفع، وعلامة أصلية للنصب، وعلامة أصلية للجر. علامة الرفع الأصلية الضمة، علامة النصب الأصلية الفتحة، علامة الجر الأصلية الكسرة، علامة الجزم الأصلية السكون، وما عداها لازم نقول بيكوز. خلاص؟ يبقى طالما ما قلتش رفع ضمه، نصب فتحه، جر كسره، جزم سكون، يبقى لازم اقول ايه؟ لازم اقول بيكوز. تعالوا نكمل برضو، نقول عندنا مثال باتا، يبيت الناجح مسرورا. فين اسم باتا؟ الناجح ماله؟ مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب خبر باتا مسرورا منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب بت مسرورا، يبقى بت فعل امر، جميل. واي فعل امر طالما هو المفرد المذكر يبقى الفاعل بتاعه ضمير او اسمه ضمير مستتر تقديره انت او انت. طيب بت مسرورا، يبقى مسرورا خبر زي ما اقول كن رجلا. يبقى فين الخبر؟ رجلا. طب وفين اسم كان؟ ضمير مستتر. كن متفوقا، يبقى برضو اسم كان ماله؟ ضمير مستتر تقديره أنت. يبقى بيت مسرورا، يبقى الاسم باتا ضمير مستتر تقديره أنت، ومسرورا خبر باتا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى نلاحظ إن الأفعال دي كلها جا منها الماضي، جا منها المضارع، بيجي منها الأمر، ولذلك بنسميها هذه الأفعال ها متصرفة تصرف ايه؟ تصرف كاملا. طيب تعالوا مثال اضحى، يضحى الولدان نشيطين. يبقى فين اسم اضحى؟ الولدان ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه ها الالف. يبقى طالما هنا قلت مرفوع علامة رفعه الالف يبقى دي علامة فرعية، يبقى اقول لازم بيكوز لانه مثنى. نشيطين خبر اضحى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه أيضا مثنى. طب ما أقول اضحى نشيطا، يبقى فين اسم أضحى؟ يبقى ضمير مستتر
تقديره أنت وخبر الفعل نشيطا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب ظاهرة ولا مقدرة؟ احنا قلنا قبل كده نقدر نعرف بسهولة جدا الظاهرة ونعرف المقدرة. لو قدرت تنطقها بالبلدي هتبقى ظاهرة، ما عرفتش تبقى مقدرة. مثال لأصبح، ما نقول يصبح الجو دافئا، يصبح الجو دافئا، يبقى يصبح هي جت فعل مضارع نعربها عادي، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لو كان قبلها ذات نصب يبقى منصوبة، قبلها ذات جزم يبقى مجزومة، خلاص ما فيهاش أي مشكلة. طيب الجو يبقى اسم أصبح ماله مرفوع وعلامة رفعه الضم. طب دافئا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وطالما قلت النصب الفتحة ما قولش بيكوس. اصبح نشيطا، اصبح نشيطا، يبقى فين اسم أصبح؟ واحد شاطر طالب يقول لي خلاص يا أستاذ احنا اتعلمنا ضمير مستتر تقديره أنت، طيب ونشيطا تبقى خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وطالما قلت الفتحة ما قلش خلاص بيكوز. تمام، بيكوز لما نيجي حاجة غير النصب، العلامة الفرعية تيجي نقول بيكوز، مفيش علامة فرعية ما قلش ايه، ما قلش بيكوز خالص، ونذكر طبعا والكلام ده قلناه قبل كده مرارا وتكرارا. مثال لأمسى، تعالوا نشوف مع بعض، تمسي الفتيات فرحات. طيب يلا يا أستاذ، تمسي الفتيات يبقى الفعل أمسى، طيب اسمه فين؟ الفتيات، ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه ضمة. طيب فرحات خبر أمسى ماله؟ منصوب. طب واحد طالب شاطر يقول لي منصوب وعلامة نصبه ايه؟ يلا نشوف مين الشاطر اللي بيذاكر معانا. يبقى فرحات خبر ها أمسى ماله؟ منصوب وعلامة نصبه. أسمع واحد يقول لي الفتحة أقول له غلط، ليه؟ أقول له لا ده هنا الكسرة، إنه جمع المؤنث السالم إن، ها يبقى أمسى فعل ماضي والنون دي نون النسوة. طب وفرحات مين اللي يعرف يعربها؟ يبقى دي خبر، برافو. نفس النظام زي ما قلنا فرحات الأولى منصوب بالكسرة لأنه. طب أستاذ إيه الفرق بين ثارة بالسين وسارة معايا بالثاء وصار بالصاد؟ يبقى ثار اللي هو تحرك او غلى، طيب وسار بالسين يعني مشي، وصار بالصاد يعني تحول، خلاص. يبقى صار القطن ثوبا يعني تحول القطن الى ايه؟ الى ثوب. طيب يصير القطن ثوبا، يبقى يلا فين اسم سارة وفين خبرها؟ يبقى القطن اسم سارة مرفوع علامة رفعه الضمة، وثوبا خبر سارة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و مستر يعني بهذا القدر هنروح لفاصل مع أعزائنا الطلاب ونعود بعده لاستكمال حوارنا وحديثنا في تبسيط العلوم مع النحو وقواعد النحو وكيفية تبسيطها، ابقوا معنا. لاستكمال حديثنا في تبسيط العلوم مع النحو وقواعد النحو، وطبعا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأمثلة التطبيقية والتدريبات اللي بتسهل فهم المادة. نرجع تاني مع مستر إمام. نعم، احنا قلنا عندنا ان كان واخواتها من حيث التصرف ثلاث أقسام، ما تصرف تصرف كاملا اتكلمنا عنه، دلوقتي هنتكلم عن ما يتصرف تصرف ناقصا او ما يأتي ناقص التصرف من أخوات كان، هم أربعة عندنا، زالة وبرحة وفاتئة وانفك. واحنا طبعا نتذكر ان احنا المرة اللي فاتت احنا قلنا لهذه الافعال لابد ان يسبقها، ده شرط لازم يسبقها نفي او شبه ايه، او شبه نفي. طيب ليه يا استاذ؟ حضرتك توضح لنا برضو بعض الافعال الناسخة دي اللي ممكن تكون يعني صعبة علينا او ما نعرفش معناها. نعم. او مش وارد استخدامها كتير، لان حضرتك عارف كان واخواتها ليها يعني اشكال كثيرة وافعال كثيرة بنستخدمها في حياتنا بشكل عام. نعم. احنا المرة اللي فاتت استاذ رباب اتكلمنا عن اسماء كان واخواتها، افعال
بتاع الاخوات كانا، واتكلمنا عن معنى كل واحد، وببساطه خالص نزاله، برحه، فتئه، انفكه، دي معناهم بكل بساطه خالص ما زالوا معايا، يعني استمرارية. كل الاستمراريه، الله ينور عليك ويزيدك علم، تمام؟ يبقى دول بيدلوا على ايه؟ على الاستمراريه. طيب ليه الافعال دي تسميت ان هي متصرفه تصرف ناقصا؟ لانها لا ياتي منها الماضي والمضارع والامر. يعني كان، كنا بنقول كان، يكون، كن، ده بنسميه فعل ايه؟ متصرف تصرفا كاملا. واي فعل، مش لازم حتى يكون فعل ناقص، اي فعل بيجي منه الماضي والمضارع والامر ده بنسميه متصرف، تصرف ايه؟ تصرف كاملا. طيب امال ايه تصرف ناقصا؟ يعني ناقص منه حته. يعني ايه يا استاذ؟ يعني ما يجيش منه الثلاثه. هنا عندنا الافعال دي يجي منها الماضي والمضارع فقط، لا ياتي منها الامر ابدا. يعني زال ماضي، مضارع يزال، برحه يبرح، فتئه يفتأ مثلا، وهكذا. يبقى لا انفك ينفك، يبقى لا الافعال ده ايه بيجي منها ايه؟ ماضي ومضارع فقط لا غير. تعالوا نشوف الامثله اللي اتدربنا على الكلام اللي احنا بنقوله ده. يلا. ما برح العلم موجودا. ما برح، يبقى برح جت ماضي اهو، يبقى برح فعل ماضي مبني على الفتح، وعندنا العلم اسم، برح ماله مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وموجودا خبر برح منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لا يبرح الطالب يذاكر، يبقى يبرح جه مضارع، والطالب، ها، واحد يقول لي فاعل، لان ده فعل ناقص. واحنا المره اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت اتكلمنا بالتفصيل يعني ايه افعال ناقص. لا يبرح الطالب، يبقى الطالب اسم، برحه مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طب واحد يقول لي فين يا استاذ الخبر؟ اقول له هنا الخبر جه جمله فعليه، جه هنا الخبر جمله فعليه. يبقى عايزين نتاكد ونقول ان كان واخواتها، ان واخواتها، اي ناسخ من النواسخ، اي ناسخ من النواسخ، انواع الخبر معاها ما بتتغيرش، مفرد، جمله، شبه جمله، ياتي مفرد، ياتي جمله، ياتي شبه جمله، لا تتغير مع اي ناسخ من النواسخ. ان كان افعال حروف ما تتغيرش، انواع الخبر مفرد، جمله، شبه جمله، ما بتتغيرش. اهو جه هنا معانا مع كان واخواتها، الخبر جه جمله، يبقى يذاكر فعل مضارع طبعا مرفوع لان ما فيش نصب ولا جازم، مرفوع علامه رفعه الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه اللي هي يذاكر اللي مكونه من الفعل والفاعل، في محل مين؟ محل نصب خبر برحه. المثال اللي بعد كده، ما زال المعلم يشرح. ما زال اهو، زال فعل ماضي مبني على الفتح، والمعلم اسم زال مرفوع علامه رفعه الضمه، وهنا ما اقولش بكوس طبعا لان احنا دي علامه فرعيه الضمه. يشرح فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، والفاعل تقديره هو، والجمله الفعليه في محل نصب خبر زال. المثال اللي بعد كده، لا تزال المعلمة تشرح. تزال برضو، المعلمة اسم زالة، وتشرح فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر زالة مرفوع علامة رفعه الضمة، موجودا خبر فتئة صوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. انفك، من فك الأمل قائما، من فك ناسخ مبني على الفتح، والامل اسمه مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره، وقائما خبر منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طبعا واحنا عارفين قلنا ان الافعال ده ايه؟ مش متصرفه تصرف كامل، ولا ياتي منها الا الماضي والايه؟ ماضي والمضارع، يعني ما ينفعش يجي منها الامر نهائي. ولكن ده يا مستر بالنسبه لي لو كان الاسم نفسه مفرد، لكن قد تاتي بعض الحالات ممكن يكون صح اسم مثلا كان او اخواتها، ممكن يكون مثنى او ممكن يكون جمع، الحاله دي الاعراب بقى بيختلف.
بيختلف هو لو الفرق في العلامه. يعني المفرد كان الولد مثلا او كان الرجل صبيا، يبقى اسم كان هنا ماله؟ مفرد. مفرد. طب كان الرجلان صبيين، يبقى هنا برضو مثنى بس مرفوع برضو. الفرق اللي بيختلف ايه؟ العلامه، ان ده مرفوع بالضمه وده مرفوع بالالف. طب كان المعلمون، يبقى مرفوع علامه رفعه الواو. يبقى اللي احنا عايزين نتفق عليه ان اسم كان كله مرفوع ايا كان بقى. بايه اللي بيختلف؟ بتختلف العلامه، سواء الضمه سواء الالف سواء كان ابوك عطوفا معايا، كان ابوك رجلا رحيما، يبقى هنا برضو ابوك اسم الاسماء الست ماله؟ مرفوع علامه رفعه الواو. يبقى اذا لا كله رفع بس بيختلف ايه؟ العلامه فقط، يا اما ضمه يا اما الف يا اما واو على حسب متى. وقلنا ان الخبر بيجي دايما ايه؟ منصوب. تعالوا نتكلم عن القسم الثالث من اقسام كان واخواتها من حيث التصرف وعدمه. قلنا ما لا يتصرف. ما لا يتصرف يعني ايه يا استاذ؟ يعني جامد. خلاص، يعني ايه جامد يا استاذ؟ يعني ما يجيش منه الا حاله واحده بس، يا ماضي يا مضارع يا امر. هو ده المعنى الجامد بصفه عامه يعني. طيب هنا عندنا ما بقاش الا اتنين، ليس ودام، دول بنسميهم افعال ايه؟ جامده. ليه يا استاذ؟ اقول لك لان ما ينفعش منها مثلا لا ياتي منها الا الماضي فقط. هات منها المضارع، اقول لك مش هتعرف. طب هات منها الامر، اقول لك مش هتعرف. خلاص. طيب تعالوا ناخد امثله ونشوف اهو. ليس العمل مذموما، يبقى ليس فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح، والعمل اسم ليس مرفوع علامه رفعه الضمه، ومذموما خبر ليس منصوب علامه نصبه الفتحه الظاهره. ليس الكسل محبوبا، ليس برضو نفس النظام، والكسل اسم ليس مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره، ومحبوبا خبر ليس منصوب علامه نصبه الفتح. سال بعد كده الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخي، يبقى دام هو الناسخ والعبد اسمها. شاطر، عايز طالب شاطر يقول لي فين الخبر في عون اخي، اقول له جميل نوعه، ها اقول له نوعه شبه جمله. تعالوا بعد كده زي ما تعودنا مع بعض ان احنا ناخد تدريبات بعد ما نخلص كل باب. تعالوا نقرا القطعه نخليها في حلقه قادمه ان شاء الله، نبقى نجاوبها باذن الرحمن لما انتم تتدربوا عليها وتحلوها. بعد كده احنا نجاوبها مع بعض ونشوف الاخطاء ونشوف الصواب. ولكن مستر امام، القراءه الجيده للقطعه شيء مهم جدا. طبعا يعني طبعا. لازم ان احنا نتأنى ونقراها مره واثنين وثلاثه، لان بعض الاولاد والبنات في الامتحان بيتسرع وبالتالي يقراها مره واحده فتقع منه الكثير من الكلمات والمعاني ما ياخدش باله منها. جميل، برافو عليك والله يا استاذ رباب. يعني زمان كانوا بيعلمونا ان فهم السؤال نصف الاجابه، فهم السؤال نصف الاجابه. فبصفه عامه الطالب لا يتسرع في الإجابة. ليه؟ لأن أنا لو اتأنيت فهمت السؤال ده عايز إيه، خلاص أنا كده الإجابة حاضرة في ذهني. لكن أنا لو ما عرفتش إجابة السؤال يبقى هجاوب متسرع وبالتالي هخطأ. فدايما نتعلم إن إحنا نفهم السؤال إيه المطلوب منه أصلا، لأن ممكن أنا أفهمه بطريقة يعني غير صحيحة بسبب السرعة. لا، فانا اتأنى واشوف السؤال محتاج مني ايه، وايه يا ترى هي الاجابه بالظبط. خلاص، تعالوا يلا نشوف. عندنا تدريب وزي ما قلنا الحلقه الجايه ان شاء الله نبقى نجاوبه ان قدر الله لنا البقاء واحيا. القطعه عندنا بتقول المعلم يواجه كثيرا من المتاعب المؤلم أثرها، فقد يتعامل المعلم مع طلاب جاف سلوكهم، فعليه عندئذ ضبط النفس حتى يكون الأهدأ نفسا. فكيف تواجه هذه المشكلات ما دمت؟ تعالوا بعد كده
تشوف الاستخراج من القطعة. ألف استخرج من القطعة السابقة ما يلي: واحد مبتدأ وبين نوع الخبر، اثنين فاعلا صريحا وبين علامة إعرابه، ثلاثة اسما لفعل ناسخ، أربعة خبرا لفعل ناسخ. عندنا أسماء وعندنا أفعال، خلاص مطلوبة يعني. عندنا فعلا مبنيا للمجهول وحوله إلى مبني للمعلوم، فاعلا لاسم يشبه الفعل، فعلا ناسخا يعمل بدون شرط وبين خبره. عندنا بعد كده فعلا ناسخا يعمل بشرط، تسعة فعلا ناسخا لا يتصرف أصلا، عشرة فعلا ناسخا يتصرف تصرفا كاملا. إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل ونجيب على هذه التدريبات. أنا سعيدة جدا بلقاء حضرتك معانا، والنهاردة سعة صدرك لهذا الشرح والتفسير لقواعد النحو لا سيما كان وإخواتها، وأكيد أولادنا هيفكروا في القطع الجميلة اللي حضرتك تركتها اليوم. شكرا يا فندم. الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك. شكرا. تاني أولادنا وبناتنا بنؤكد أن الشرح ليس كافي والتفسير لقواعد النحو ليس كافي، ولكن عمل التدريبات وحل الكثير والكثير من تدريبات النحو أكيد هيساعدك بشكل كبير. حتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم، شكرا لكم.